خير مساء الخير سعيدة السلام عليكم لكل اللي بيشوفونا النهاردة إن شاء الله نتمنى لكم يوم سعيد وسنة سعيدة وشهر سعيد وحياة هانئة بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوعنا النهاردة عن الصندوق. صندوق يعني جدران يعني مساحة يعني حجم يعني سقف يعني قاعدة إلى آخره. يعني حيز حيز احنا بنحط فيه اشياء سواء كانت الاشياء دي ملابس جزم كتب اوراق الات الى اخره حيز ما بيتغيرش أو حيز ما بيتغيرش خالص فاحنا بنعيش نحط كل الحاجات دي كلها داخل الصندوق طيب يعني ايه علاقه الصندوق بينا دلوقتي الدنيا دي صندوق الحياة صندوقها ايه؟ المناخ يعني احنا كأننا عايشين داخل صندوق متحرك وانت ماشي يمين وشمال حواليك مناخ احنا عايشين جوه المناخ بتاع الصندوق ده مناخ برد حر مطر تلج الى اخره يعني احنا في الدنيا الحياة صندوقها المناخ بتاع الدنيا المتمدد حوالينا ده وكل واحد فينا شباب عنده صندوق عنده صندوق بتاعه بيعيش داخله الصندوق اللي احنا بنعيش جواه ده كبشر وفق المعطيات بتاعه المجتمع اللي انت عايش فيه ووفق كمان الملكات بتاعتك انت والامكانيات الشخصيه بتاعتك انت واله... والمواهب بتاعتك انت اللي ربنا وضعها داخلك يبقى الصندوق بتاعي أنا عايش فيه لكن عايش فيه بقدرات معينة اتعلمت من المجتمع أشياء شفت في المجتمع أشياء في عوائق في المجتمع وفي نفس الوقت تعاملت مع كل هذه الأشياء اللي اتعلمتها في المجتمع ها أه؟ تعاملت معها بالملكات اللي ربنا حطها في داخلي واكتشفتها خلي بالكم مش كل واحد فينا اكتشف الملكات اللي هو عنده في إنسان يكتشف الملكات فيصبح مبدع وإنكا وانسان يبقى بروطة قاعد كده ياكل ويشرب وينام زي الحيوانات فلذلك تعاملنا واحد داخل الصندوق بناء على المكتسبات المجتمعيه واكتشفنا ملكاتنا اللي احنا بداخلنا احنا السؤال هنا بقى لينا كلنا نقدر نعيش خارج الصندوق يا شباب نقدر ولا ما نقدرش مش كل واحد فينا يقدر يعيش خارج الصندوق مش كل واحد ابدا مش كل واحد فينا يقدر يخاطر مش كل واحد فينا يقدر يواجه مش كل واحد فينا يقدر يصارع ابدا لذلك الكثير مننا بيريحوا نفسهم فبيعيش داخل الصندوق ليه لان العمليه سهله طمانينه وراحه ودعاء آخر الى اخره الى اخره مش كلنا نقدر نعيش خارج الصندوق لان الغالبيه غالبيتنا بيحبوا يعيشوا مطمنين ومريحين نفسهم وعندهم استقرار فبيعيشوا مش خارج الصندوق فقط بيعيشوا كمان خارج التاريخ ما حدش بيذكرهم على الاطلاق لكن لو حبيت تعيش خارج الصندوق العيش خارج الصندوق ده كله تحديات زي لو حصلت عاصفه عندنا والعاصفه دي جابت رمل او جابت تراب او جابت ريح او جابت حصى او جابت مياه إلى آخره كتير جداً حيخش يستخبوا في البيت وتحت السرير قلة قليلة جداً حتخرج برة عشان تشوف إيه اللي حصل وتتواجه معه وتجيب الأخبار للناس اللي جوه فاللي بيعيش خارج الصندوق أو اللي بيخرج الصندوق بيبقى مخاطر متحدي لأن العيش خارج الصندوق صعب قد يكون مدمر في بعض الأوقات في التجارة اللي بياخد يعني الفرق بين التاجر الشاطر والتاجر اللي مش شاطر التاجر الشاطر هو بياخد مخاطرة بيخسر مرة بيجي حاول تاني يخسر مرة يحاول تاني وتيجي مرة من المرات يكسب 5000% أو 200% أو 100% لكن التاجر اللي هو الأرديحي بيقول لك لا يا عم أنا أقعد كده مريح نفسي أبيع وبتاع ده ومش هاخد أي مخاطرة يبقى العيش العيشة بقى خارج الصندوق لأن دي هنتجتين العيشة خارج الصندوق يا شباب ليها نتيجتين الأولى الإبداع والابتكار والاكتشاف إزاي أنا هكتشف الأرض اللي حواليا وأنا قاعد في أوضة النوم ولا قاعد في الحمام ولا قاعد في الصالون ولا قاعد في السفرة إزاي يبقى العيش خارج الصندوق المخاطرة دي بتخليني أبدع وأبتكر وأكتشف ومش أي واحد يقدر يخرج هم المبدعين فقط اللي عندهم رسالة من أصحاب الرسالات اللي عندهم رؤية يبقى صاحب الرؤية، وصاحب الرسالة، وصاحب الإبداع، وصاحب الابتكار، واللي عايز يكتشف هو اللي بيخرج بره البيت ويشوف إيه اللي بره علشان يتعلم ويواجه المخاطر ويعيش خارج الصندوق. وبيصبح فيما بعد ها، أه؟ بعد محاولات كثيرة جدا يصبح مبدع ومبتكر ومكتشف. واسمه يسجل في التاريخ. الثانية بقى في مجموعة متخبطة. تتخبط تبقى محبتها مدمر بيكون ايه آه ده الانسان التقليدي التردد التردد مش ممكن يخليك يعيش خارج الصندوق مش ممكن الانسان المتخبط المحبط المدمر يعني احباطي مدمر آه ليه لان الانسان التقليدي ده بيبقى ها آه اخرج ما اخرجش اخرج ما اخرجش عندي هويه ما عندوش هويه عنده افكار ما عندوش افكار يبقى شايف الراجل اللي بيبيع اللي بيكسب خارج الصندوق يبقى عايز يبقى زيه. قال لك بس يا عم ده ابقى زيه يبقى معناه ان انا اخرج من البيت اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وده صعب عليا. يعني هو اللي بيحط لنفسه ايه؟ هو اللي بيحط لنفسه العوائق. اما ال الاخ الثاني لو عنده رساله وعنده رؤيه وعنده هويه الاخير لا بيقول لك انا خارج خارج. ان شاء الله اخسر عشان اكسب. ان شاء الله افشل عشان اتعلم. يبقى بالتالي المتردد هو التقليدي. اللي بيشوف النجاح عند الانسان اللي بيعيش خارج الصندوق وعايز يعمله بس يقولك لك تكلفته عاليه عليا. النقاش الداخلي او النقاش النفسي عند الشخص اللي هو التقرير ده بيخليه يفقد الفرصه. ما يقدرش يكتسبها بقى يا يقرر يكون ايه القطر ماشي. كنا النهارده في اسكندريه لقينا بعد كده عوام صاحي من النوم وبتاع ده بقى القطر في اسوان. ده بالنسبه للمترددين. طيب في سؤال تاني عايزين نسال نفسنا مين هو القائد الحقيقي القائد الحقيقي هو اللي ما يعرفش يعيش جوه الصندوق ليه لان القائد الحقيقي ربنا خلقه علشان يغير المجتمع عشان يبني المجتمع عشان يخلص المجتمع من امراضه عشان يعالج المجتمع عشان يضحي بوقته ويضحي ب بماله بيضحي بحياته من اجل المجتمع فمش ممكن هيعيش في حيز مغلق وصندوقنا مغلق انا في الاستوديو هنا عايش بين كام حيطة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ممكن تكون ثمانية ممكن تكون عشرة ممكن تكون عشرين لكن برضك الحيز مغلق فالقائد القائد هو اللي ما يقدرش يعيش داخل الصندوق ليه بقى لان القائد هو ايه ليه ما يقدرش يعيش يستغل... لأن هو القائد هو القادر على صناعة المناخ الذي يعيش بين كنفاته أتباعه لينطلقوا منه بكفاءة عالية لإحداث تغيير المنشود يعني القائد ده إيه؟ ما بيعرفش يعيش خارج داخل الصندوق لأن هو اللي بيبني المناخ هو اللي بيحدث المناخ هو اللي بيغير المناخ اللي بيدخل فيه أصحابه وأتباعه وأصدقائه وحبايبه ومؤيديه بيصنعنهم المناخ من يعني القائد ده صانع مناخ زي ما تقولوا انتوا صانع صناديق دي نمره واحد نمره اثنين من خصائص القياده كذلك بالاضافه لصناعه المناخ الفسيح اللي بنتكلم عنه ده هو نفسه اللي هيصنع الصندوق يوم القائد ما يعرف ان في مجموعه من عنده وأخبراتك آه تقليديه بيعمل لهم بيعمل لهم صندوق صندوق متغير متحرك متمدد متغير متحرك متمدد يعني الصندوق بتاعه ايه؟ الصناديق اللي بيصنعها القائد ده لانه فهم بقى انا عندي 20% تقليديين 50% مش تقليديين 10% ميته خلاص؟ يبقى بالنسبه للتقليديين دول عشان يصحيهم بيعملوا لهم صناديق متمدده ومرنه متشكله يعني تبقى كل الجدران بتاعها متمدده وفق ايه بقى التمدد والتغير والتشكل ده وفق التغيرات المناخيه المجتمعيه يعني هو بيبص لبره ويقول لهم شوفوا المناخ اتغير لبره وسعوا صندوق او ضيقوا صندوقكم فالقائد الحقيقي هنا هو الشخص المتواجد دائما داخل المجتمع وبين ابنائه عالما بمشاكله يعني خارج الصندوق بتاعه هو داخل في صندوق المجتمع لان المجتمع ليه صندوق والشخص ليه صندوق والجمعيه ليها صندوق والمؤسسه ليها صندوق كل واحد ليه صندوق فهو بيشكل الصندوق بتاع التقليدين عشان يخرجهم ها والقائد الحقيقي هو الشخص المتواجد دائما داخل المجتمع وبين ابنائه عالما بمشاكله ومحاولا ايجاد وسائل لحلها ومدركا بابعاد احلام ورؤى ابناء المجتمع ومقدر لطموحات مفكرين المجتمع ومستوعب لاداء المتغيرات المجتمعيه المتباينه والغير متوقعه ومشاركا ها كافه التشكيلات المجتمعيه في النهوض بعبء تحمل مسؤوليه بناء الوطن واستقراره، ده قائد مدافعا عن مقدرات المجتمع مدافعا عن ثروات المجتمع حاميا لحدود المجتمع، حاميا لافراد المجتمع يقف حين يجلس الاخرون الاخرين الاخرون ويسهر حينما ينام العامة والغوغائيين ويتيقظ أو يستيقظ حين يغفل الحالمون ويهتم حين يهمل يهمل المفوهون يهتم يعني إيه؟ لا يهتم يعني يعيش بالهم بالهم يبقى مهموم جماعة البق دول بيخرجوا الدنيا بق 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 وبعدين نو إيه يهمل الموضوع يعني يروح على حاجة تانية يهتم يعني يحمل الهم حينما يهمل المفوهون ويعمل, يهم ويعمل حين يقعد المنظرون ويموت من اجل احياء الغارقون كل هذه الاشياء صفات في القياده المجتمعيه ان هذه الصناديق المتمدده المعموله المين المعموله للتقليدين قد تكون هي الوسيله الوحيده والانجح لاستيعاب الافراد الغير قادرين على العيش الا داخل الصناديق التقليديه الصلبه لماذا لضعف او انعدام قدرتهم على العيش طليقين خارج الصندوق؟ نقف هنا. يعني ليه قائد عرف شوف بقى عرف الفريق بتاعه في جزء منه ميت في جزء منه تقليدي في جزء منه ابداعي. فانا بعمل ببتدي بقى ايه الإبداع ده الابداعي الابداعي بيقول لك ايه؟ بيقول لك اقف استنى. استنى معناه ايه؟ معناها ان انا هخرج لوحدي. سيبني اخرج خلاص. مش هيعمل همهم التقليديين كتير كتير قوي اغلبنا تقليديين لك لا انا هخرجك بس انا خايف انا هعمل لك صندوق يحميك وجرب بس كل شويه هعمل جدران الصندوق ده متمدده متشكله ومرنة مش صلبة خلصت من مجموعة الأولانية خلصت من المجموعة الثانية أخش على المجموعة الثالثة للموتى الموتى نحاول نحولهم لتقليدين خدت بالكم نرجع نتكلم تاني عن الحياه خارج خل... الحياه خارج الصندوق اكثر رحابه ها يا شباب اكثر رح واسعه قوي قد كده وكل لما تمشي فيها تديك بس انت امشي امشي والارض مددناها يعني انت لو حوت من تحت تمشي في الارض هتلاقي الارض ما بتنتهيش السماء رفعناها والارض مددناها مد الارض مد الارض مد الارض ولكنها في رحابتها وفي نفس الوقت اشرس وعوره يعني هي رحبة واسعة شرسة وعرة وهي أصعب مراسا ولا تنضب عقبتها، كل يوم هتلاقي عقبة اللي بيشدك من أفاك واللي بيكعبلك من رجليك واللي بيشد ودنك واللي بيشتمك واللي بيطلع عليك أشعة فهي نفسها الحياة عقبة كؤود علينا أن نتخطاها. وعلينا أن نتخطى كل عقبة أمامنا ونزلها من أجل ماذا؟ من أجل بناء مستقبل الأجيال من أجل بناء مستقبل عمرنا ما هنعيش في الحياة من غير مخاطر ومن غير تحديات ومن غير عقبات ومن غير أي شيء من الحاجات دي كلها لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه في الحديث المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذهم وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم صالحين ثم 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 ليه بقى سؤال واحد صاحبي قال لي سؤال بقى عشان اقول لكم بعض الاسئله اللي لي صاحبي قال لي او صاحبتي قالت لي عشان البنات ما ايه ما صاحبتي قالت لي ليه نخرج بره الصندوق لماذا نخرج من الصناديق التي وضعنا فيها انفسنا دين نمره واحد ومن هي الجهات التي تصر عن تضعك داخل الصندوق طب ليه نخرج؟ عشان نتعلم. يعني انا ما في بيت امي بعد ما اتولدت بقى انا خمس ست سنين لابد اخرج من البيت عشان اروح المدرسه. اخرج من المدرسه عشان اروح الجامعه. اخرج من الجامعه عشان اروح الشغل. اخرج من الشغل اسافر اعمل اتاجر الى إيه اخره. مين الجهات بقى اللي بتحيطك وتصر على انك تدخلك في الصندوق؟ تعرفوا مين الجهات دي؟ العادات والتقاليد المجتمعيه. اما أه ما تعملش كده اصل حصل كذا ما تعملش كذا القيود اللي المفروض علينا سواء كانت قيود نفسيه داخليه او قيود مجتمعيه خارجيه يبقى في بعض الاشياء بتجعلنا بتجعلنا نعيش داخل صندوق ما نتحركش منه هل الحياه خارج الصندوق ده سؤال تاني بتعطينا مساحة أكبر للإبداع والتقدم وتحقيق الأحلام؟ أبي أه أكيد أكيد كل المغيرين المبدعين المغيرين المجتمعيين المبدعين المبدعين المؤطرين العلماء عمرهم ما عاشوا داخل الصندوق خرجوا كثير جدا من المنظرين القراء عايشين داخل الصندوق قد يبلي قد جاب لي بعضهم بلاء حسنا اما المبدعين المجددين المجتهدين اللي هم عندهم علم اجتهاد هم اللي خرجوا خارج الصندوق علشان ايه؟ عشان يشوف العالم الخارجي ويحققوا احلامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ارسل له نشر الدعوه صح؟ ولما حصل صلح الحديبيه حصل صلح الحديبيه وكان في فتره سنتين تقريبا او عشر سنين علشان نشر الدعوه اطلق اصحابه في كل مكان في العالم برسائل ولم يقيد احد من اصحابه بكيف ينشر الدعوه على الاخرين. او كيف ينشر دعوه الاسلام. جعل كل حد منهم يجتهد اللي راح الصين واللي راح وسط اسيا واللي راح مصر واللي راح اليمن واللي راح تركيا المنطقه بتاعت تركيا الى اخره واللي راح شمال افريقيا الى اخره الى اخره، كل واحد راح ايه؟ ينشر الدعوه وحسب ما هو فهمها. لذلك تلاقي الدعوة في كل مكان مبنية على من الذي زرع بذرة الدعوة في هذا المكان هتلاقي مثلا في بلاد المغرب العربي في المذهب المالكي هتلاقي في مصر في المذهب الشافعي هتلاقي في العراق في المذهب الحنفي هتلاقي المذهب الحنبلي موجود فين موجود في المنطقة بتاعة الخليج إلى آخره فلما نجد وبعدين هتلاقي مثلا المذهب الجعفري موجود في إيران هتلاقي الإبادي موجود في في اسمها يا ربي عمان عمان ليه سلطنه عمان هتلاقي ازاي دي هتلاقي في اليمن وهكذا وكل دي مذاهب من اهل السنه فلذلك انطلقوا بتفسير رؤيتهم للدين بمذاهب مختلفه الرسول رسول صلى الله عليه وسلم كان 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 قائد مرن حتى في غزوه بدر لما جه اقترح عليهم ايدي ننزل من بئر بدر اقترح الاقتراح فسالوه اها وحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام الـ الـ الحرب والمكيده؟ قال لا الحرب والمكيده قالوا لا غيروا فاستمع عليهم يعني معناه ان القائد يستمع لراي اصحابه اذا كان رايهم الاصوب لانه لم يكن رايا مكلف به من السماء. لذلك كانت 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 ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم من قدرته على استيعاب قدرات محب 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 اصحابه انه عا حب يخلق منهم قاده ليس تبع. لذلك لما قعد في في مكه بنى هذه المجموعه من القاده في 13 سنه. في ال 13 سنه دول كان فيها تعذيب وتنكير وكل الاذى اللي بنى بنوا عليه، كان كل فيه ايه؟ صبرا ال ياسر ان موعدكم بالجنه. طيب. في سؤال ثاني برضك جت من الاخوات، هل الصندوق ده مكان مميت؟ ولسه الحفار بيطلع ها أه؟ هو طبعا مش مكان مميت لكن مكان محدد هناك بين الاماته والاماته دي بتكون جزء من شخصيه الانسان نفسه هو مش عايز يصحى من النوم عايز يفضل طول عمره استنى شويه مش هتحرك استنى شويه ها أه؟ لكن مش عايز يخرج خلاص حضرتك انت حضرتك انت زي ما احنا بنقول بنكمل باللغه الانجليزيه از ديد ميت يعني حته لحمه ميته ما بتتحركش او ديد وود حته خشبه ما فيهاش حياه ده جزء من الناس اللي هي عايزه تموت نفسها يعني لما اقول مثلا ان النوم هو الموت الصغرى والنوم الاخر هو الموت الكبرى اللي هو الموت الحقيقي ان النوم هو الموت الصغرى يبقى انا عايز انام يبقى انا ميت ما عملتش حاجه لكن مش كل اللي قاعد جوه في الداخل ده ممكن برضك اشتغل وانا داخل الصندوق بس ابداعي وانتاجي مش هيكون زي ما انا بشتغل وانا خارج الصندوق ايه الفرق بين التفكير خارج الصندوق والانفتاح الغير اخلاقي او مسخ القيم خارج او المبادئ مثلا لما نيجي الغرب هنا كل واحد بينبهر كل واحد بينبهر كل واحد بينبهر الحياه حلوه بس ثمنها غالي مفيش حاجه اسمها حريه بلا حدود أبداً، 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 لابد أن نضع حد لحدود الحرية بحيث أن حريتي لا تجور على حرية جاري أو جارتي أو زميلي أو صديقي أو أخي أو أختي أو أبي أو أمي. أبداً، لابد الحرية دي كلها محددة وتحترم حرية الآخرين. فلما نجي الغرب ان هو ما جيش ماجيش ما عنديش شخصية ماجيش ما عنديش هوية اعتز بهويتي اعتز بقيمي اعتز باخلاقي اعتز بعقيدتي اعتز بتاريخي اعتز بثقافتي وفي نفس الوقت احاول ان ابرز مثل هذه الاعتزازيات للغربيين لكي يكونوا مثلي وقد اخذ من ما عند الغرب الشيء الجيد وهنا, وهنا في اشياء جيدة كثيرة جدا 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 ممكن اخذها فاذا انا حفظت حاولت احافظ على الاثنين لابد في الاول احافظ احافظ على هويتي وعلى شخصيتي وعلى قيمي وعلى اخلاقي وعلى عقيدتي. انا طبعا لأن الاسئله كانت كثيره النهارده يعني نسيت الوقت جزاكم الله خير وانا بشكركم لحسن استماعكم ليا واتمنى ان التقي معكم في حلقه اخرى وجزاكم الله خير واراكم على خير باذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.